وأنا أنصح الأمة، لا أنصح فئة ولا طائفة ولا مذهبا ولا جماعة، أنصح الأمة أن تحسن اغتنام هذا العلم الكبير، نسأل الله عز وجل أن ينفع به إن شاء الله، ومحاضرته حول أسباب ضعف الخطاب الفكري المؤثر في الشباب، فليتفضل. أسأل الله له التوفيق والسداد إن شاء الله. دكتور أبو زيد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى بهذا الحجم، وعلى مسير بهذا المستوى، وعلى شركاء في هذه المنصة الافتراضية بهذا القدر من الفضل ومن العلم. الموضوع يحتاج إلى تقليبه من عدة زوايا، ولكنني سأكتفي بعنصرين فقط احتراما للوقت. قبلهما لابد من مقدمة مهمة جدا. العنوان الذي اقترح علي يفترض سؤالا محيرا، وهو: لماذا لا يتبع الشباب بما يكفي علماء أهل الأمة؟ ولماذا لا يتأثرون بهم كثيرا؟ ولماذا لا يحدث خطاب العلماء فيهم الأثر المرجو؟ عندما نرى شباب صربيا الهمج يعتدون على مسلم البوسنة والهرسك بخطب ومواعظ من قساوسة ورهبان الصرب، عندما نرى دور رجال الدين الأرثوذكس في الحرب الروسية ضد أفغانستان، عندما نرى اليوم الكنيسة الإنجليكانية الإيفانجيلية البروتستانتية البيوريتانية المتطرفة في أمريكا ومناصرتها للعنصرية البيضاء المنغلقة ضد كل طوائف المجتمع الأمريكي المعتبرة في نظرها دخيلة، عندما نرى دور الحاخامات في تعبئة الجيش الصهيوني المعروف بجبنه وتقوية قلبه في مواجهة المقاومة الإسلامية المجيدة، نعرف أن علماءنا الذين لم يمكنوا من أموال ولا مؤسسات ولا مواقع، بل ولم يمكنوا حتى من الحرية، الأثر الذي يحدثونه في شبابنا من جهة هو غير كاف، ومن جهة هو معجزة بكل المقاييس، لأن المفروض ألا يسمع شبابنا لهؤلاء العلماء ذكرى، وألا يهتزوا لأي من أعمالهم اهتزازا بسبب أن هناك حاجزا استبداديا طاغوتيا بين علماء الإسلام وبين شباب الإسلام. نحن من جهة نعتز بتأثير هؤلاء العلماء، ومن جهة نأسف أن هذا التأثير لم يصل إلى درجة التعبئة والتجميع والتنظيم والحشد والزحف في اتجاه واحد بقيادة واحدة، بتعريف القيادة كما تعلمناه من شيخنا وأستاذنا طارق سويدان: القيادة هي فن سوق الناس إلى الهدف. أنا أعتبر أن السؤال كما طرح علي يتضمن جزءا من الجواب، لأنه أشار بلطف إلى القضية الفكرية، فأنا أعتبر في المسألة الأولى أن المشكلة الفكرية تلعب دور كبير في ضعف التأثير وفي قلة مرور التيار الكهربائي بين الشباب وبين العلماء. والعنصر الثاني وهو عندي أهم وأخطر وبه أختم، وهو العنصر السلوكي، عنصر المصداقية. اختصرت هاتين المشكلتين في مصطلحي الوعظية والمصداقية، وأقصد بالوعظية ضعف منسوب الفكر وخطاب العقل ومنهجية التفكير الرصينة الصارمة العلمية الدقيقة كما نراها في القرآن، كما اجتهدت شخصيا في أن أشرحها في كتابي القرآن والعقل بجزئي، استنباط العقل المسلم في تربة القرآن العقلانية الرفيعة، وكما رأيناها في سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقفه وتحليلاته، وكما رأيناها عند السلف الصالح وخاصة الخلفاء الراشدين،
عقلانية أبي بكر الصديق وعقلانية عمر بن الخطاب وغيرهما، عقلانية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم تمنعه أن يرد على المسلمين ما فهموه من أن ظاهرة الكسوفي لها صلة بوفاة ابنه إبراهيم، فأجاب والدموع تطفر من عينيه: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولو كان آخر الأبناء الذكور لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الكون لا يتمشى بالإسقاط العاطفي. نحن نجد عند كثير، وأنا لا أعمم، عند كثير من الدعاة العقلية الوعظية التي تعني ضعف منسوب الفكر وارتفاع منسوب العاطفة، والعاطفة في حد ذاتها ليست عيبا، ولكن الاقتصار عليها لسوق الناس إلى الاقتناع وإلى العمل وإلى الانتظام هو رهان خاسر، لأن الإنسان كائن معقد ومركب، ولذلك كان خطاب القرآن مركبا أيضا لكي يخاطب كل جوانب الإنسان ويحرك الإنسان، فالإنسان مثل عربة يقودها 8 خيول، فلا بد من كل فرس من هذه الفرسان أن يراعى وأن يربى وأن يقوى وأن يدرب وأن يمرن وأن يضبط بلجام وأن يربط برباط إلى هذه العربة. لا يمكن تحرك الناس بالعواطف لوحدها، ولا يمكن تحرك الناس بدون عواطف. نجد هذه الوعظية متمثلة في منسوب الخرافية، فبعض الوعاظ ينشرون من الخرافات ومن الحكايات على سبيل الكرامات ما الله به يعني، لا يتورعون عن الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، لأن عند البعض صار الربط العاطفي مع جماهيرهم هو الطريق إلى النجومية والتقبل والإقبال، وهذه شهوة النفس الخفية التي هي من الشرك الخفي، أن يسأل العالم الجماهيرية والنجومية ويبحث عنها بأي أسلوب. عندما يكون عند العالم التركيز والرهان على التعبئة العاطفية فقط، عندما يجيب عن إشكالات فكرية بمواعظ أنا أسميها المواعظ القمعية، فأحياناً العالم لا يجد طريقاً لإقناع الشاب الذي استبدت به الشكوك والذي تأثر بالمستشرقين والعلمانيين وتأثر بالملحدين وتأثر بالفلاسفة المعاصرين وتأثر بالمتكلمين القدامى وتأثر بالشبهات المطروحة في تاريخ الإسلام حتى عند بعض المسلمين، لا يجد ما يجيبه به إلا أن يعظه ويذكره بالنار ويخوفه من جهنم ويذكره بعذاب القبر، وهذا الأسلوب لا يمكن أبداً أن ينفع مع شباب اليوم، لأن شباب اليوم له عين الصقر في مراقبة العلماء وفي تدقيق خطابهم وفي الحكم عليهم، وأحياناً يلاحظون أشياء نحن جيلنا لا يلاحظها، وسنرى هذا أكثر في العنصر الثاني. يكشف هذا التوجه الوعظي الخرافي العاطفي يكشف ضعف تكوين فكر، ولهذا أنا أعتبر من عبقرية شيخنا الشيخ يوسف القرضاوي أنه حرص في تأسيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على أن تكون نسبة الدعاة المفكرين من الفلاسفة والأسد الجامعيين والمؤلفين في مجالات الفكر النظري أن يكونوا على الأقل 10%، وحرص على بعضهم حتى لو كان تكوينهم الشرعي ليس ضليعاً ولا معمقاً، بسبب أن الاتحاد كما صرح لنا هو يحتاج إلى هذا التوازن بين العالم الشرعي وبين الواعظ العاطفي وبين المفكر الفلسفي. ما الذي يقع لهذا الصنف من العلماء العاطفيين الذين يلحنون كلامهم كما لو كانوا يتلون آيات القرآن، الذين يعتمدون على مقامات صوتية، الذين يعتمدون أحيانا على البكاء والدموع، الذين يستدرون كل أشكال الروايات المتهافتة ويتدججون بكل أنواع الأخبار المهزوزة ليشدوا إليهم فئة من فئات هذا المجتمع. يقع أنه أولاً يكون تأثيرهم مرحلياً عابراً، وبمجرد ما يستوي الشاب على سوقه وتبدأ أسئلة العقل تأتي المرحلة الإبراهيمية كما أسميتها، مرحلة أرني كيف تحيي الموتى، مرحلة لا أحب الآفلين، مرحلة الموسوية أرني أنظر إليك،
عندما تبدأ أسئلة الفكر تطغى في مرحلة معينة من الشباب، فإن هذا النوع من العلماء يتراجع وتأثيره يضمحل. قد ينفع هذا النوع من الوعاظ مع الأطفال لأنها مرحلة، وقد ينفع مع الشيوخ خاصة العوام، الشيوخ لأنهم يقتربون من القبر، والعوام لأنهم لا يطيقون الفكر، ولكنه لا ينفع أبدا مع شريحة عريضة. بين الأستاذ أحمد هليل في تقديمه القيم لهذه المحاضرة أنها هي عماد هذه الأمة، هي عمودها الفقري، هي ركنها السديد الشديد، هي التي اعتمد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهد لها عند الموت بقوله استوصوا بالشباب خيرا فإنهم أرق قلوبا. المقصود أنهم القادرون على تقبل الأفكار الجديدة وعلى التغيير الفكري والعقلي والمنهج. ثانيا، وهذا أخطر ولعله يمثل 90% من المشكلة، هو فقدان المصداقية. هناك عدد كبير من العلماء بعد أن يبرزوا كنجوم، وخصوصا نجوم التلفزيون ونجوم وسائل التواصل الاجتماعي، تبدأ تظهر عليهم آثار الحالة المادية. وشباب اليوم كما قلت لهم عين الصقر، فهم ليسوا مثلنا، نحن ما كنا ننظر زمن التعلم بين يدي شيوخنا، ننظر إلى لباسهم ولا إلى السيارة التي يركبون ولا إلى الساعة التي في معاصمهم، ولا ننظر إلى أحوالهم، ولا ننقب عن ثرواتهم وعن مساكنهم وعن أحوال أسرهم، وإنما نستمع إليهم. فإذا وجدنا الصدق في العاطفة، ووجدنا السداد في الفكر، ووجدنا الجلد على التعليم، ووجدنا المصداقية في التربية، تتبعناهم وتأثرنا بهم، وحتى لو رأينا غبشا أو شيئا مما يشبه اللون الرمادي تغافلنا عنه. شباب اليوم لا يرحمون، إنهم ينظرون إلى الداعية، ما نوع الجلباب الذي يلبس، وما نوع العمامة الفاخرة التي على رأسه، وما نوع الساعة التي في معصمه، وما نوع الهاتف النقال الذي يجيب عنه، وما نوع السيارة الفاخرة التي يركب. ويتتبعون أحيانا عورات بعض العلماء حتى يكتشفوا إن حقا أو باطلا أن لهم ثروات واستثمارات وبيوت فاخرة، ولهم أسر تعيش في نغنغة. فهذا يروجه الشباب بلا رحمة، ثرف وثراء بعض هؤلاء النجوم. ثانيا، بعض الفضائح الأخلاقية التي تفجرت للأسف الشديد على قلتها في صفوف بعض من تصدوا للدعوة وتصدوا لتأطير الشباب، وهؤلاء للأسف الشديد على قلتهم استثمروا من قبل التيار الإلحادي والتيار الاستبدادي والتيار المعادي، وبالتالي أصبحت صورتهم مشوهة، وليس فقط مشوهة. العلماء الذين يتقلبون في مواقفهم 180 درجة، للأسف بعضهم عنده قوة فكرية إقناعية يستعملها في موقف حتى يطمئن الشباب، ويلتذوا ذلك الاستدلال العلمي الفكري الشرعي الأصولي المقاصدي الفلسفي السياسي الاستراتيجي، يستلذونه كتحليل نظري ويستمتعون به كعرض بياني، ثم يقتنعون به كموقف حضاري، ثم يأتي على العالم زمن فينقلب 180 درجة، ويكون في الغالب هذا الموقف تبريرا للحكام أو طمعا في نوالهم أو رهبا من عقابهم، يكون رغبا ورهبا. لا أقصد بذلك أن لا يغير العالم رأيه ويبقى ثابتا عليه لكي لا يتشكك الشباب فيه ويفقد ثقتهم ويفقد مصداقيته لديهم، لا، لو ثبت العالم على رأي لم يعد يراه لكان ذلك استصناما لذاته قبل أن يكون استصناما لهذا الرأي. وإنما أقصد عندما يظهر أن تغيير الموقف 180 درجة يكون من أجل إرضاء الحكام. خذ قضية فلسطين، وخذ هذه الأيام قضية التطبيع، وكيف تهافت وتساقط بلغة أستاذنا وشيخنا فتحي يكن رحمه الله في كتابه المتساقطون على الطريق، وقد تبين أنه المتساقطون ليسوا فقط شباب وجنود الدعوة، وإنما أيضا قد يكونون قادتها وشيوخها وعلماءها وروادها ووعاظها ونجومها.
كيف قضية فلسطين والموقف من التطبيع مع العدو الصهيوني أصبحت اليوم محك مفصل، أصبحت تميز بين نوع من العلماء ونوع من العلماء. علماء برروا بأدلة شرعية وأصولية ومقاصدية وتحليلات سياسية واستراتيجية وأمنية وجيوبوليتيكية لسنوات طويلة أن التطبيع خراب ودمار وخيانة وطعن في الظهر، ثم اليوم صاروا يبررون بلغة وإن جناحوا للسلم فاجنح لها. وبدأ هذا مع بعض علماء مصر سنة 1978 مع السادات، وبعضهم لم يستحي في أن يرافقه في الطائرة التي ذهب بها إلى 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 القدس. ثم رأينا ذلك في كل بلد حل فيه طاعون التطبيع الرسمي، أما التطبيع غير الرسمي تحت الطاولة فموجود من زمان في أغلب البلاد المسلمين وبطرق مختلفة، ويقع أحيانا رغم أنف الحاكم حتى لو كان الحاكم صارما في هذه النقطة. في زمن السلطان عبد الحميد الذي تسبب موقفه من هجرة اليهود إلى فلسطين من إزالته عن عرشه ومن إسقاط دولته الدولة العثمانية، في زمنه كانت هناك مظاهر من الاختراق اليهودي لم يكن هو على علم بها أو لم يكن قادرا على منعها. فإذا عندما انتقلنا من التطبيع الإكراهي، التطبيع السري، التطبيع شبه تلقائي من تحت مجاري المياه، وانتقلنا إلى التطبيع الرسمي الذي جرأ فيه الحاكم أو اضطر فيه الحاكم أو اقتنع فيه الحاكم بأنه آن أوان إعلانه، إلا رأينا العلماء ينقسمون إلى قسمين. قسم ليس عنده أي مشكلة، لا يستحي، ليس عنده أصل وجه يستحي عليه، ولهذا بنفس الآليات الفكرية والشرعية والبيانية التي ملكه الله إياها وسيحاسبه عليها والتي بها شرح الموقف السلبي من التطبيع، بنفس الملكات صار اليوم يشرح الموقف للأسف الشديد الإيجابي من التطبيع. هؤلاء الشباب الذين يسمعون العالم هكذا وهكذا ويسجلون في زمن اليوتيوب وفي زمن الفيديوهات المسجلة التي يسهل استخراجها وبثها من جديد، ويضربون هذا الفيديو بهذا الفيديو وهذا الموقف بهذا الموقف وهذه الصورة بهذه الصورة، هؤلاء الشباب اليوم لن يكون هؤلاء العلماء إلا فتنة عليهم وإلا بلاء عليهم. لكن إذا كان التغيير اجتهادا، إذا كان التغيير حتى أحيانا بنوع من التردد لا بأس به. شيخ الأزهر شيخ عبد الحليم محمود رحمه الله كانت له مواقف متذبذبة في قضية البنوك الإسلامية، فذهب في أول أمره إلى تحريم البنوك الربوية، ثم عاد بضغوط من زمن الناصرية وأباحها، ثم عاد في آخر حياته وتبرأ من ذلك. ربما كان وراء ذلك تقلب فكري أو نفسي أو ضغوط اجتماعية أو شخصية، ولكن في نهاية المطاف نحن نتتبع مسيرته الفكرية وتحولاته الاستدلالية فنرى بعض القبول ونلتمس له بعض العذر. مثلا الشيخ عبد الله فهد النفيسي انقلابه الآن 180 درجة في موقفه من الشيعة لا يمكن أن يكون أمرا سلبيا يفقده مصداقيته لدى الشباب، بل بالعكس هذا هو الذي يعطي مصداقيته، لأن الرجل الذي قضى 40 سنة يدافع عن مشروع لتوحيد الأمة سنتها وشيعتها ويراهن على إيران وعلى تيار مستنير داخل إيران، وهو الذي ناقش من 40 سنة أطروحته للدكتوراه في لندن تحت عنوان دور شيعة العراق في التاريخ الحديث، ولكن لما تأكد من أن التيار الذي انتصر في إيران والتيار الظلامي والتيار الطائفي والتيار العنصري الفارسي والتيار المنغلق وأنه هزم التيار المنفتح الذي تتلمذ قبل الثورة على فكر الإخوان المسلمين وترجم السيد قطب وترجم الضلال بمجلداتها إلى الفارسية، وكان أغلبهم من قادة الثورة والفكر والتجديد مع الخميني ما بين الستينيات والسبعينيات، عندما هزم هذا التيار وانتصر التيار السبحاني في الفكر وتيار أحمد نجاد في السياسة وتيار خامنئي في الإرشاد الفكري والروحي، وتبين أن إيران ماضية إلى سياسة طائفية ظلامية، كان عند عبد الله فهد النفيسي الجرأة وقد جاوز السبعين بأن يرجع 180 درجة. إذن لا يسقط هيبة العلماء في نفوس الشباب ولا يذهب بمصداقية ما عند هؤلاء الشباب أن يغيروا مواقفهم، ولكن أن يكون السبب وراء ذلك إما الخوف وإما الطمع.
وأخيرا عندما يكون بعض العلماء فقاعة، مجرد فقاعة، ظاهرة تلفزيونية نجومية إعلامية صنعت أحيانا بأيدي مخابراتية، ثم تنكشف وتنكشف عن رجل يتبرأ من إخوانه الذين عاش طول عمره يتعاون معهم في الدعوة، لمجرد أن بعض أمثاله الذين يتبرأوا دخلوا السجن. وعندما ينكشف بأنه كان يسرق الكتب وقد رفعت عليه دعاوى، وأنه اليوم يسدد بموجب أحكام قضائية بالملايين لأصحاب هذه الكتب. إذن هما عاملان، الوعظية والمصداقية وراء أزمة تأثير العلماء في الشباب فكريا وسلوكيا. بسرعة فيما تبقى من الوقت، ما هو الحل كما هو مطروح في العنوان؟ الحل أولا أن نبني لدى الشباب الفكرة العلمية العقلية الصحيحة عن نوع الصلة التي ينبغي أن تكون بين العالم وبين الشاب. فأحيانا الشباب يستصحبون نوعا من الصلة أقرب إلى الصلة الكهنوتية وهي غير موجودة عندنا. فعلماؤنا اختلفوا فيما بينهم دون أن ينكر ذلك تتلمذهم على بعضهم وعميق الحب الرابط بينهم وبين بعضهم البعض. علاقة الشافعي مع الإمام مالك، أي علاقة تلميذ مع أستاذه روحية، علاقة مريد مع شيخه، علاقة حب جارف، علاقة اعتراف كامل. ولكن أول ما ألف الإمام الشافعي وكتاب خلاف مالك، وقد جمع فيه 80 مسألة اختلف فيها مع شيخه، لم يزد هذا الاختلاف إلا ودا. لكن الذين كانوا في مدينة الفسطاط جنوب القاهرة قبل أن تبنى القاهرة بقرنين تقريبا، الذين كانوا مالكية المتعصبين بدون أن يستشيروا الإمام مالك في ذلك، هم الذين هددوا الشافعي في أن لا يظهر في المسجد وهو يدرس نقطة الاختلاف مع مالك. هم الذين لما لم يخف منهم أو يمتثل لهم تربصوا به في الظلام وهو ذاهب لصلاة الفجر وضربوه بالعصي ضربا موجعا إلى أن مرض وكان ذلك سبب وفاته. هم الذين لم يستوعبوا أن العلاقة بين الشيخ والمريد لا ينبغي أن تكون علاقة كهنوتية. البعض ربما عندهم العلاقة أقل من كهنوتية، علاقة صوفية، ونحن نرى العقلية الصوفية المشيخية التي تقول على المريد أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي غسالة. وأنا ما رأيت رجلا ينقض هذه الفكرة عمليا بتبني القيم، لقد كان له علاقة خاصة مع شيخ ابن تيمية واستأذن أن يدخل معه السجن ليخدمه، فبقي معه 10 سنين في سجنه الأخير إلى أن توفي وأنا ذاك خرج. وكان السجن عبارة عن مغارة، عن كهف، عن بئر، وليس حتى عن بناية محترمة. ما ذكر ابن تيمية إلا وقد قال قدس سره. ومع ذلك لم يمنع هذا ابن القيم في أن يستقل بمنهجه وخطابه وأسلوبه في التفكير والاستدلال والتأليف عن شيخه، وأن يمضي متوازيا معه. ربما لم يصطدم به في فتاوى ولم يختلف معه مباشرة في مواقف، لكن مضى متوازيا. ثانيا، لا تعلم كتب ككتب ابن القيم الاستقلال في التفكير وحرية التفكير مع تعظيم العلماء. فما ذكر شيخه ابن تيمية إلا وقال عنه قال شيخنا ابن تيمية قدس الله سره. ومع ذلك فإنه لم يتبعه اتباعا أعمى. الإسلام يبني نوع العلاقة بين العالم والشاب على البصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، ونتعلم هذا من السلف، لأن الداء الأدوى هو الشخصنة، الارتباط بالشخص من حيث هو شخص، ويكون هذا الارتباط أعمى، ويكون معه اتباع أعمى، وتغيب البصيرة والفكر النقدي واستخلال الشخصية والحرية الفكرية والجرأة على الخلاف، رغم أن القرآن يقدم لنا نماذج لأنبياء يناقشون الله عز وجل، والقرآن يقدم مشاهد حوارية رائعة بين سيدنا إبراهيم وبين ربه، بين سيدنا موسى وبين ربه، وهم يناقشون ويفكرون بصوت مرتفع ويتجرؤون ويسألون، والله سبحانه وتعالى بسعة علمه وسعة حلمه يجيبهم ويعلمهم ويصوب لهم، وهم الأنبياء ولا يقمعهم ولا ينهاهم ولا يعتبر أن جرأتهم العقلية مضنة مساس بعميق إيمانهم، وفيهم خليل الله وكليم الله وحبيب الله الذي قال
عن شك إبراهيم، نحن أولى بالشك من إبراهيم. أكثر من ذلك، القرآن بنى نظرية في لا شخصنا، فعلمنا أن نرتبط بالموقف وليس بالشخص. القرآن الكريم يكرر 1442 مرة الاسم الموصول، 1442 مرة. ليس للاسم الموصول في اللغة وظيفة إلا أن يفك الشخص عن الموقف. فعوضا أن يقول قد سمع الله قول خولة بنت ثعلبة، قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ولذلك لا يوجد في القرآن أشخاص، ذكر زيد فقط كرجل باسمه، ما عدا الأنبياء لأنهم مناطوا الوحي وسندوه، فلا يمكن أن ينسب أعظم شيء من الغيب إلى مجاهيل، المجاهيل غير مقبولين في سند الحديث. ولكن ما عدا الأنبياء وهم قلة على كل حال، 25 من 124 ألف، ما ذكر رجل واحد هو زيد، وذكرت امرأة واحدة مريم. القرآن لا يذكر أشخاص، يذكر مواقف. الذين آمنوا، الذين كفروا، الذين نافقوا، الذين جاهدوا، الذين قاتلوا، الذين. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ولم يقل النمرون، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ولم يقل عزير، قد سمع القول التي تجادلك في زوجها. الاسم الموصول بمعدل 3 مرات في كل صفحة في المصحف الشريف ليعلمنا أن نفك الموقف عن الشخص حتى لا نقع في داء الشخصنا. وليقرأ شبابنا كتاب مالك بن نبي، الصراع الفكري في البلاد المستعمرة، وكيف أن المستعمر كلما اختلف المسلمون إلا وقام بشخصنة الصراع حتى يسقطهم جميعا في الاختلاف والتفرق، عوض أن يكون هذا الصراع ديناميكية سنة كونية، تدافع رباني من أجل البناء. لا ننسى عندما قامت ثورة مصر المجيدة يوم 25 يناير 2011 أن 2010 أن أول 25 يناير 2011 أول ما حاولت إسرائيل وأمريكا وحبيب العادلي والمخابرات والسيسي دون أن يعلم، هو أن يشعلوا فتيل الحرب بين الأقباط المسيحيين وبين المسلمين. فذهب حبيب العدلي وفجر كنيسة وقتل 100 شخص في الإسكندرية. وعندما هجم شباب مصر الثوار على السفارة الإسرائيلية واستخرجوا وثائق من هذا الوكر، وجدوا آخر مراسلات بين السفارة الإسرائيلية والسفارة الأمريكية ووزارة الداخلية المصرية في هذا الموضوع، كيف نحول الحراك من ثورة ضد النظام إلى حرب بين الأقباط وبين المسلمين. إذن داء الشخصنة حسمه سيدنا صهيب الرومي عندما بعثه سيدنا علي إلى أهل البصرة ليقنعهم بعدم الانضمام إلى عائشة قبيل موقعة الجمل، وكانت عائشة تكتب لأهل البصرة تحثهم ليخرجوا معها طلبا لدم عثمان، وتوقع الرسالة بحبيبة نبيكم. فصعد صهيب الرومي إلى المنبر وقال والله إنها لحبيبة نبيكم، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم هل تتبعون الحق أم تتبعون الناس. هذا الموقف العقل الشامخ. إذن العنصر الأول خطاب، كتب، محاضرات منهجية، تنظير، تنقيب في القرآن من أجل أن نرتفع بشبابنا وبوعيهم لكي يصححوا نوع الارتباط بشيوخهم، لا يكون نوع الصلة كهنوتيا ولا مشيخيا صوفيا، وإنما يكون مستقل مبني على المحبة، على الثقة، على الصدق، على الاقتداء، على الاتباع على بصيرة، على التعلم، على التجند، على الفداء، ولكن لا يبنى على العمى، لا يبنى على الشخصنة، لا يبنى على التأليه، على الاستصنام. هذه واحدة. الثانية، أن يجتمع فضلاء الأمة، وقد دعوت إلى هذا في مؤتمر للندوة العالمية للشباب الإسلامي عقد بمراكش منذ 10 سنوات، أن يتداعى هؤلاء العلماء إلى ميثاق شرف، مثل ميثاق الداعية المسلم الذي أصدره الاتحاد العالمي علماء المسلمين، ميثاق شرف من 50 أو 60 بند في 30 و40 صفحة كتيب يوقع عليه، ميثاق شرف العلاقة بين العلماء والشباب، وتوضح في هذه القضية التصورية ومجموعة من القضايا، منها
أن يعلم الناس حدود قدرة العلماء على التغيير، فلا يحملوهم ما لا يطيقون، ويعذروهم إذا رأوا بعضهم أحياناً يضعف تحت القهر. ولا ينسى الإنسان أن الغلام المعجزة في القصة النبوية في آل اليمن المذكورة في سورة الأخدود، في قصة الأخدود، الشاب عذب، فما زال الرجل الذي رد إليه بصره يعذب حتى دل على الغلام، وما زال الغلام يعذب حتى دل على الراهب. فهذا الغلام في هذا المقام، ومع ذلك عندما عذب جرت عليه سنة الكون في أن يضعف بالتعذيب فدل على الراهب. كمان الرجل الذي رد الله إليه بصره وآمن بالله وكان تمرت دعوة الشاب، عندما عذب دل على الغلام، دل على شيخه وإمامه ومن كان السبب في رد بصره إليه. ولهذا على الشباب أن يدفعوا علماءنا ويحثوهم على وضع ميثاق شرف. هذا الميثاق ينبغي أن يكون جامعاً لمنهجية تعاقدية تبنى على حوار تفاوضي من أجل الوصول إلى تصحيح تصور لنوع الصلة وإلى ضبط مجموعة من الضوابط. ما الذي على العلماء وما الذي على الشباب؟ العلماء ينبغي أن يكونوا مثل أحمد بن حنبل الذي لما استأذنه أتباعه من العلماء ما دون مقامه في أن يقولوا بخلق القرآن أذن له، فلما سألوه أن يأخذ لنفسه وادي الرخصة وهو العجوز المريض الهرم المعذب المعرض للقتل وكان سيقتل، قاب قوسين أو أدنى، قال لا، أنا إمام الأمة، إذا قلت القرآن مخلوق ستقوله الأمة. ولهذا صبر ولم يقبل بالرخصة، وهو الفقيه الذي يعلم ضوابط هذه الرخصة أصوليا ومقاصديا، وبقي على موقفه إلى أن جعله الله آية في أن يؤخذ بمن حرضوا عليه من غلاة المعتزلة، أن يؤخذوا بجريرتهم وأن يبقى هو للأمة منارة إلى اليوم. ختاما أريد أن أبين بالاستدلال العملي كيف أن العنصر الأول وهو الوعظية وأحد أسباب انصراف الشباب عن العلماء. قمت بتتبع لهؤلاء الخمسة: طارق سويدان، أحمد بحيري، إياد قنيبي، أحمد السبيع، وأحمد الريسوني. تتبعت تأثيرهم، تتبعت خطابهم، تتبعت انتشارهم، ووجدت أن سر وجودهم على قمة المواقع الاجتماعية وعلى قمة نشر الكتب وعلى قمة نشر الفيديوهات هو أنهم لا يكتفون بالإيمانية العالية، ولا يكتفون بعدم التناقض في مواقفهم فلا يجاملون الحكام، وإنما يزيدون على هذا الجهد العلمي والتماسك الفكري والمنهج العقلي الصارم واحترام التخصص. عندما تدخلوا إلى مواقع الملحدين الذين لهم أصول مسلمة، ملحدين في العالم الإسلامي، تجدهم يكثرون من النقد على بعض علمائنا الأفاضل الذين توغلوا في موضوع الإعجاز العلمي، وربما عندهم معرفة بعلم التفسير، وربما عندهم معرفة بعلم الحديث، ولكن معرفتهم بالعلوم تقتصر على تخصص واحد أو تخصصين، فلما خاضوا في تخصصات أخرى اقتضاها الحديث في الإعجاز العلمي وقعوا في التخصصات، وكان ذلك مستمسك لهؤلاء الملاحدة والزنادقة أن يشنعوا عليهم، ومن ورائهم أن يشنعوا على خطاب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية، وهو التشنيع الذي ورعه الكنيسة تمويلا وتخطيطا. أنا أدعو الشباب إلى أن ينصتوا إلى فيديوهات طارق سويدان وأحمد بحيري وإياد قنيبي وأحمد السبيع وأحمد الريسوني، هذا على سبيل المثال، أنا لا أقصد ذلك إقصاء آخرين، وأن يقرأوا لهم الكتب، وخاصة من يميل منهم إلى الكتابة أكثر من إنتاج الفيديوهات، وهو أحمد الريسوني وطارق سويدان، ثم سيكتشفون مع المتابعة والمداومة أن الاختلاف معهم ممكن، وأنهم ليسوا معصومين، وأنه ليس عندنا كهنوتية، وأنك تختلف مع هؤلاء بالطول والعرض، ولكنهم لا يفقدون ثقتهم لديك، ولا تفقد ثقتهم فيك ثقتك فيهم، لأنهم يجمعون بين الإيمانية العالية وبين الفكرانية المرتفعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.